ورجعنا بعد الفاصل تاني أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني الصف الخامس التجاري، ومحدد مادة جديدة، درس جديد من مادة المحاسبة الإدارية زي ما متعودين، ولقائنا الأسبوعي اللي متعودين عليه. أهلا وسهلا بكم. قبل ما أبدأ الحلقة بحب جدا أشكر الطلبة المتفاعلين على قنوات التعليم الفني سواء الفيسبوك أو اليوتيوب، والأسئلة اللي بتجيلنا، وده دليل على المتابعة الجيدة ليهم. وزي ما احنا متعودين وزي ما قلنا كتير ان طلبة التعليم الفني الصف الخامس هي سنة ممتدة بالنسبة لك، يعني ما فيهاش الترم الأول والترم الثاني، وعشان كده احنا ممتدين ومستمرين معاك حتى في أجازة نصف العام. وإن شاء الله بعد كمان ما نخلص المنهج بتاعنا هنعمل مراجعات قبل الامتحانات عشان تبدأ تستعيد المادة بتاعتك كلها، تتعود على نظام الامتحان ونظام وشكل الامتحان. وزي ما متعودين في بداية كل حلقة ان انا بسترجع معاك درس من الدروس السابقة على اساس ان انت تبدأ تسترجع بالذاكرة بتاعتك، وتبقى مبدأ اساسي من مبادئ المذاكرة بتاعتك ان انت بتبدأ قبل ما تبدأ الدرس الجديد اللي انت هتذاكر فيه تبدأ تعمل ريفريش للمعلومات بتاعتك، وتبدأ تراجع الدروس السابقة بتاعتك. وده قلنا ضروري لان طالب الصف الخامس تاني، ونأكد عليها هي سنة ممتدة مش فيها الترم اول وترم تاني، يعني ما عندكش امتحانات في النص. طيب احنا ان شاء الله هيكون درسنا النهاردة عن الطاقة الانتاجية وطرق قياس الطاقة الانتاجية وانواعها واشكالها. طيب لكن قبل ما ابدأ في درس النهاردة هبدأ زي ما متعودين دايما معاك ورقة وقلم، تكتب معايا تمرين المراجعة، بتبدأ تحله وتشوف الحل بتاعي، وتبدأ تدون الملاحظات بتاعتك على الحل او النقط اللي انت ممكن تكون حلتها غلط او النقط اللي انت لسه ما فهمتهاش كويس، وتبدأ تدونها. طب لو انت عندك استفسار تاني زايد وعايز استفسار اكتر، بتبدأ تبعت لنا على صفحة الفيسبوك للتعليم الفني او قناة اليوتيوب للتعليم الفني، لان انا كده كده بديك اسئلة وانت بتبدأ تجاوبها معايا وابدأ بتابع معاك، واحنا معاكم ال 24 ساعة. تمام. طب معاك ورقة وقلم وابدأ شوف التمرين بتاعي النهاردة. هنراجع ان شاء الله على قائمة المركز المالي اللي خدناها الحلقة السابقة، ونبدأ نعيد معانا درس صغير عليها مراجعة. معاك ورقة وقلم، هو جايب لك ميزانية بيقول لك اصولك الثابتة، الاراضي والمباني 2,900,000، آلات ومعدات 1,450,000، يبقى مجموع الأصول الثابتة بتاعتي 4,350,000، بنطرح منها مجمع الإهلاك ب 500,000 يديني صافي الأصول الثابتة كلها 3,850,000 جنيه. الأصول المتداولة، الأصول المتداولة عبارة عن نقدية بالخزينة والبنك ب 80,000 جنيه، مخزون آخر المدة اللي هو بضاعة آخر المدة بالنسبة لي ب 210,000، المدينون ب 540,000، مجموع الأصول المتداولة ب 830,000. مجموع أصولك الثابتة زائد مجموع أصولك المتداولة الاتنين مع بعض بيديني 4,680,000. نيجي في الجنب التاني اللي هو جانب رأس المال والخصوم، اللي هو المفروض بيساوي عندك الجانب الأصول. رأس المال ب 2,500,000، الخصوم المتداولة 560,000، المخصصات 530,000، الدائنون 1,090,000، مجموع الخصوم المتداولة 2,180,000. مجموع الخصوم المتداولة مع رأس المال يديني نفس ناتج إجمالي الأصول 4,680,000. ده كده قائمة المركز المالي القديمة أو السابقة. احنا اتفقنا ان انا في قائمة المركز المالي لازم بديك قائمة مركز مالي حقيقية تم بالفعل، ونبدأ بنعدل على ارقامها لا اكثر ولا اقل. يبقى ما ينفعش في قائمة المركز المالي ان هي تكون تنبؤات وخلاص، لا انا بجيب قائمة المركز المالي السابقة اللي هي مثلا انا لو انا عايز اعمل لسنة 2022، يبقى انا بجيب قائمة المركز المالي سنة 2021، ونبدأ نحط مجموعة من التغيرات او التنبؤات اللي ممكن تحصل في سنة 2022. طيب التنبؤات دي بتيجي فين؟ بتيجي في ايه؟ زعلمت انا
تبدأ. احنا قلنا ان خطوات التمرين ده او سر التمرين ان انا لو اشتريت يبقى بنجمع، لو بعنا يبقى بنطرح، لو اعطيتك رصيد يبقى انا كده بديك الارقام بتاعتك جاهزة، يبقى انت ما عندكش اي مشكلة. طيب لو احنا في حاجات ما جبناش سيرتها او ما جيناش جنبيها، يبقى دي بالنسبة لك ما ملهاش مساس، بتحطها في قائمة المركز المالي زي ما هي على اساس انها بتساوي نفس القيمة القديمة هي هي. طيب نكمل بقية تمريننا. بيقولي فإذا علمت أن واحد سوف يتم شراء آلات ومعدات جديدة بسعر تقديري 1,200,000 جنيه، كما أنه سوف يتم بيع آلات مستهلكة بسعر مقدر 650,000 جنيه. احنا اتفقنا أن أنت بتعمل عندك تسوية للحل. تسوية الحل دي قبل ما تبدأ تحل بتبدأ تعمل صفحة، الصفحة دي بتسميها أنت تسويات جردية أو تسويات الحل أو تمهيد الحل، اللي هي بتكتب فيها الخطوات بتاعتك اللي انت بتمشي فيها خطوة خطوة ابتداء او استعدادا عندك ان انت بتبدأ تمسك الارقام بتاعتك وتبدأ تشتغل فيها. احنا قلنا ان انا عندي هنا الالات والمعدات هيتم تغييرها، لان انا هبيع جزء واشتري جزء، يبقى انا هنا هجيب رقم الالات والمعدات القديم، بنجمع عليه ما يتم شراؤه ونطرح منه ما يتم بيعه. طيب لو انا دخلت في صفحة تمهيد الحل بيقول لي هنا ادي الالات والمعدات، ادي 1,450,000 دي القيمة القديمة، بنجمع عليها 1,200,000 دي القيمة الجديدة لما يتم شراؤه، وبنطرح منها ما يتم بيعه اللي هو 650,000 جنيه. يبقى انا عندي الالات والمعدات هتظهر معاك ب2,000,000 جنيه دي القيمة الجديدة ليها. ادي قائمة المركز المالي الجديدة، الالات والمعدات عندك ب2,000,000 جنيه. نرجع لرقم 2، هيقدر قيمة الإهلاك بمبلغ 100,000 جنيه. احنا اتفقنا من المرة اللي فاتت ان الإهلاك هو إهلاك العام، وإهلاك العام بيتم إضافته أو جمعه على إهلاك أو مجمع إهلاك السنوات السابقة، لأن احنا اتفقنا ان انا بجيب الأصل بتاعي، أصول بقى أساسيات المحاسبة المالية بتاعتي، بنجيب الأصل، الأصل الثابت هو يتم استهلاكه. يعني ايه يتم استهلاكه؟ هو تناقص قيمة الأصل بالاستخدام. يبقى انا الشركة بتبدأ تعمل ان هي بتنقص قيمة الأصل بتاعها خلال مدة معينة هي بتتراءى ليها او على حسب العمر الافتراضي للأصل. في نهاية هذا العمر الافتراضي بيكون الأصل عنده قيمتك زيرو. طيب يبقى مجمع الاهلاك، بنجيب الاهلاك السنه هذه مع بجمعه مع اهلاك السنوات السابقه، وبعد كده بنطرحه من قيمه الاصل. طيب نرجع نشوف احنا عالجناه ازاي. يبقى رقم 2 احنا هنعالجها في تسويات الحل بتاعتي للاهلاك، 500,000 الاهلاك القديم زائد 100,000 الاهلاك الجديد، يبقى 600,000 مجمع الاهلاك. مجمع الاهلاك بيظهر تحت الاصول الثابته، يبقى اصول الثابته الأراضي والمباني ما جابش سيرتها يبقى بتنزل زي ما هي. الآلات والمعدات ب2,000,000 يبقى مجموعها 4,900,000، نطرح منها مجمع الإهلاك بتاعي ب600,000، يبقى صافي قيمة الأصول الثابتة عندي 4,300,000 جنيه. طب نكمل باقي التمرين بتاعنا. رقم 3، يقدر الربح العام ب2,442,000 جنيه، وربح العام هنا بيتأثر بيكون في الجانب اللي هو جانب الخصوم او جانب رأس المال، يبقى في الجانب الاخر من الميزانية العمومية. طب ربح العام لو ما عطانيش صافي الربح، يبقى انا هنا ربح العام ده قبل خصم الاهلاك، يبقى احنا بناخد الاهلاك بتاع العام بنطرح منه الربح العام، يديني صافي الربح اللي بيظهر معايا في قائمة المركز المالي او في الميزانية العمومية بتاعتي. نيجي هنا ادي الربح المقدر 2,442,000 ناقص 100,000 اللي هو الاهلاك، يبقى يديك 2,342,000، بيظهر معايا صافي الربح في جانب الايه الخصوم. تمام كده نكمل باقي التمرين بتاعنا. بيقول لي هنا رقم 4، من الموازنة التخطيطية للدخل تقدر النقدية بالخزينة والبنك ب1,541,000. ده معناه ان انا النقدية هتتغير تماما وتبقى بتظهر معايا النقدية الجديدة ب1,541,000.
نرجع تاني لبيانات التمرين. احنا دايما بتمشي بيانات تمرينك خطوة خطوة، يعني عشان ما تنساش خطوة من خطوات الحل بتاعتك. انت الخطوة اللي حتى تحلها ابدأ علم عليها ان انت بدأت حلتها. فلما تمشي خطوة خطوة تبدأ تحطها في مكانها، يبدأ ما فيش حاجة في التمرين تسقط منك او تستثناها، او يجي زي الأسئلة زي التعليقات اللي احنا بنشوفها دايما بعد الامتحان: انا في نقطة ما خدتش بالي منها. ابدأ حل التمرين بالتسلسل وبالترتيب. اول ما تحله بالتسلسل والترتيب ما فيش اي حاجة منه او اي بند منه يضيع منك. طب نبدأ نكمل. رقم 5 بيقول لي: من الموازنة التخطيطية للمشتريات مخزون اخر المدة 800 وحدة بسعر الوحدة 150 جنيه. احنا اتفقنا دايما وانا بحسب المخزون بنبقى كمية بنضربها في السعر يدينا القيمة. يبقى انا هضرب المخزون اخر المدة 800 وحدة في 150، يطلع لي 120 ألف. دي قيمة المخزون اخر الفترة اللي بتظهر في الميزانية العمومية بتاعتي. نيجي بعد كده خلصنا ال5 نقط، يبقى نبدأ ندخل في النقطة 6: رصيد الدائنين المقدر لعام 2016 بعد سداد الرصيد القديم هيكون 1,029,000. رصيد الدائنين اللي هو رصيد المدينين الدائنين سوري رصيد الدائنين هم الموردين عندي. الدائنين بالنسبة لي 1,029,000 الدائنين الجديدة. نيجي هنا رصيد المدينين اللي هم العملاء اللي هم الزمام، والعملاء هم العملاء بتاعتي اللي هم بياخدوا مني بضاعة بالأجل، ما بيسددوش لسه فلوسها. رصيد العملاء عندك هنا بعد التحصيل المستحق على العملاء هو 1,200,000 جنيه. يبقى هنا يظهر عندي رصيد المدينون ب1,200,000 جنيه. هنبدأ نجمع الأصول المتداولة: 1,541,000 زائد 120,000 زائد 1,200,000، مجموعهم يدي 2,861,000. طيب بالنسبه للارصده المدينه المتنوعه، انا ما كانش عندي في التمرين السابق ارصده مدينه متنوعه، الميزانيه السابقه ما كانش فيها، هو المره دي اعطاك ارصده مدينه متنوعه. طب الارصده المدينه المتنوعه بتتحط فين مكانها؟ بعد الاصول المتداوله. انا عندي في جانب الاصول اصول ثابته، اصول متداوله، اصول ارصده مدينه. طب ب 330,000 جنيه، يبقى مجموع الجانب الاصول 4,300,000، 2,861,000، 330,000، يبقى مجموعهم 7,491,000. ده مجموع الأصول عندك. نيجي للجانب الخصوم. جانب الخصوم هنا رأس المال ما أعطاكش عليه أي معلومة. ما دام مش أعطاك عليه أي معلومة، يبقى أنت بتنزل رأس المال بتاعك زي ما هو 2,500,000 جنيه. طب الخصوم المتداولة فيها احتياطيات. الاحتياطي والمخصص هو ما جابش سيرتهم في التمرين، او مع فاذا علمت ان ما جابش اي بنود تخصهم، يبقى احنا بننزل. انا قلت لك بنحط او نحط في الميزانيه الجديده او في قائمه المركز المالي الجديده كل الارقام اللي هو لم يذكرها في التمرين، ما لم يمسها. يبقى احنا هنا بننزل الحاجات اللي هو ما جاش جنبيها، لكن الحاجات اللي هو جاب سيرتها بنعدل عليها، لا اما بنعدل عليها بالزياده، لا اما بنعدل عليها بالنقص، لا اما بنغيرها تماما. اما الحاجات اللي هو ما جابش سيرتها نهائي، فدي بنجيب زي ما هي بالظبط كده ونحطها معايا، بنحط بنودها زي ما هي وننزلها زي ما هي. طيب يبقى هنا الاحتياطيات بالنسبه لك هو ما جابش سيرتها 530,000، المخصصات ب1,090,000، الدائنون ب1,029,000، صافي الربح عندي ب2,342,000، مجموعهم يبقى 4,991,000، بالاضافه الى راس المال ال 2,500,000، يبقى المجموع بتاعي 7,491,000. ميزانيتك اتظبطت، يبقى انت كده تمام، يبقى انت كده ماشي خطواتك ومفيش اي مشكله. لان عدم ضبط الميزانيه في المجموع ده مؤشر بيديك اشاره ان انت في جزئيه عندك غلط، فبيقول لك روح راجع نفسك تاني شوف ايه المشكله اللي عندك عشان الارقام بتاعتك ما ظبطتش. احنا كده مشينا وخدنا مراجعه على قائمه المركز المالي اللي هي كانت اخر قائمه عندي من قوائم المركز، القوائم اللي احنا بنعملها. احنا خدنا الموازنات وخدنا موازنه لكل نشاط عندي من نشاط المنشاه، موازنه الانتاج، موازنه المبيعات، موازنه المشتريات، موازنه المصروفات، الموازنه النقديه. بعد كده دخلنا على القوائم وقلنا عشان بنبين نتيجه الربح والخساره، وبعد كده بنبين المركز المالي للمنشاه. فخدنا عملنا قائمه دخل وقائمه مركز مالي، وقلنا قائمه الدخل بتكون نتيجه عن
كل الموازنات السابقة اللي احنا عملناها. قائمة المركز المالي بيكون عبارة عن قائمة مركز مالي حقيقية بيتم بالإضافة عليها بالتعديل وفقا للتنبؤات، واتفقنا كذا مرة ان التنبؤات في المحاسبة الإدارية هي ليست تنبؤات هوجاء او تنبؤات بغير علم، هي مجموعة من التنبؤات المبنية على حقائق، مؤشرات، آراء خبراء. يبقى هي مجموعة من التنبؤات الدقيقة إلى قدر كبير، ممكن تكون الدقة بتاعتها متفاوتة شوية بشكل أكبر أو بشكل أقل من الحقيقة، لكن في مجمل عام هي تنبؤات خاصة بالمستقبل بتاعك، بمستقبل الشركة، فبتكون مدروسة وليست تنبؤات هوجاء أو إن أنا مش عاملاها بشكل مدروس. طيب استكمالا بعد كده الباقي المنهج بتاعنا بناخد حاجة اسمها الطاقة الإنتاجية، وإزاي أقيس الطاقة الإنتاجية وأعرف قدرة الشركة عندي أو قدرة المصنع عندي وقدرة آلاتي على الإنتاج، وتقدر تشتغل كام ساعة وتقدر تديني إيه بالظبط. طب إحنا لازم نعرف الأول يعني إيه طاقة إنتاجية، وإيه هي أنواعها، وإيه هي صورها، وإيه الأهداف هدف منها، وإيه ممكن المتغيرات اللي هي ممكن تساعدني في زيادة الطاقة الإنتاجية أو تخفيض الطاقة الإنتاجية أو عرقلة الطاقة الإنتاجية بتاعتي. طيب نمسك أول حاجة تعريف الطاقة الإنتاجية. تعال بص معايا، تعريف الطاقة الإنتاجية بيقول لي هي مجموعة عوامل الإنتاج. يعني إيه مجموعة عوامل الإنتاج؟ التي تتضافر وتتفاعل فيما بينها في حدود إمكانياتها وقدرتها بغرض تحقيق حجم إنتاج معين خلال فترة زمنية معينة، تقاس بوحدات مناسبة وفي ظل الظروف السائدة. طيب بداية تعالى نشرح التعريف بتاعنا، لأن احنا اتفقنا ان المنهج عندنا المحاسبات مش حفظ. اي نعم احنا عندنا جزء نظري، يعني انا عندك جزء نظري في الامتحان بتاعك، بس حتى الجزء النظري هو نتيجة فهم، لان مفيش محاسبة بتتحفظ. احنا كده كده قلنا من زمان توجه الدولة ان احنا بنبعد عن سياسة التلقين والحفظ نهائي، ونبدأ بنركز على ملكية الفهم عندك. انا بقولك هي مجموعة من عوامل الانتاج. ايه عوامل الانتاج دي؟ عوامل الانتاج دي كتيرة جدا، زي منها العامل البشري اللي هو العامل، منها العامل المادي اللي هي الماديات بتاع الشركة الفلوس، منها الموارد بتاع الشركة سواء موارد مادية او موارد بشرية. يعني ايه موارد مادية؟ الالات، ما دي عامل من عوامل الانتاج. المصنع، مركز الانتاج، الخامة، قطع الغيار، المواد الخام، الوقود، الزيوت، كل الكلام ده اسمه عوامل انتاج. عوامل الانتاج دي بتعمل ايه؟ قال بتتضافر وتتعاون فيما بينها. يعني ايه تتضافر وتتعاون؟ يعني كلهم بيتعاونوا مع بعض. طب بيتعاونوا مع بعض بيعملوا لي ايه؟ قال لي بتتعاون بس في حدود الامكانيات والقدرات بتاعتها. يعني ما ينفعش مثلا ان انا عندي آلة، الآلة دي اخرها 10 ساعات شغل، ان احنا نشغلها 15 ساعة شغل. لا، انا بتتعامل معايا في حدود امكانياتها وقدراتها. طيب ايه الغرض ان انا بيتضافروا مع بعض؟ قال لي ان انت نحقق قدر انتاج معين خلال فترة زمنية معينة. طيب هقدر اقيسها؟ طبعا بتتقاس، يبقى تقاس بوحدات مناسبه في ظل الظروف السائده اللي هي الظروف العاديه اللي هي الطبيعيه، بدون ظروف غير ايه عاديه او ظروف غير استثنائيه. يبقى انت، انا عايزه منك ان انت لما تيجي بالذات التعريفات ابدا امسك التعريف بتاعك جزء جزء، ابدا ركز في المصطلحات بتاعته، ابدا اشرح المصطلح لنفسك، ابدا الطريقه دي تخلي ان المصطلحات عندك تثبت، مش مجرد حفظ فانت تنساها. طب هل الطاقة الانتاجية العلماء اتفقوا على مفهوم واحد ليها؟ قال لي لا. يعني انا لو رحت الطاقة الانتاجية علماء الاقتصاد هيعرفوها تعريف غير علماء المحاسبة، علماء المحاسبة هيعرفوها تعريف غير علماء الاجتماع. طب طب احنا، انا خدت لك تعريف مجمل بشكل عام، تمام كده؟ طب هل الطاقة الانتاجية بتاعتي دي، او هل انا عندي مستويات الطاقه، مستويات الطاقه واحده؟ قال لي لا طبعا، مستويات الطاقه انا عندي كذا مستوى للطاقه. تعالى نتعرف على مستويات الطاقه بتاعتنا. اول مستوى هي الطاقه النظريه. يعني ايه طاقه نظريه؟ يعني باينه من اسمها جدا، هي طاقه تمثل الحد الاقصى ولا تعترف بالتوقف، وان انا بضرب عدد ايام السنه في عدد ساعات عمل الورديه. تاني بقى، انا قلت لك بلاش حفظ، ابدأ افهم المفهوم النظري على اساس ان هو يثبت.
طيب انت بتقولي طاقة نظرية، طاقة نظرية بمعنى اصح يبقى انا طاقة مش حطاها، ما بعترفش بأي نوع من انواع التوقف. انا شايفة مثلا ان انت تقدر تذاكر ال 24 ساعة، دي طاقة نظرية. انا شايفة ان انت تقدر اليوم فيه 24 ساعة، يبقى انا هستغل اليوم كله ان انت تشتغل اليوم كله مذاكرة. طب هل الطاقة دي طاقة طاقة واقعية؟ قال لي لا، عشان كده سميناها الطاقة الايه؟ النظرية، هي لا تعترف بالتوقف. ما حسبناش عدد ساعات نومك، ما حسبناش عدد ساعات الاكل، الشرب، النوم، الخروج، يبقى انا هنا ما اعترفتش باي نوع من انواع التوقف، عشان كده سميناها الطاقه الايه؟ الطاقه النظريه. يبقى هي الطاقه النظريه هي الحد الاقصى للطاقه، لا تعترف بالتوقف، بتيجي عن حاصل حاجتين، ضرب عدد ايام السنه في عدد ساعات عمل الورديه. طيب ده مستوى طاقه. نيجي للطاقة النوع الثاني اللي هو الطاقة القصوى، تعال نشوف تعريفها. هي بتمثل أقصى طاقة إنتاجية، بتأخذ في الحسبان التوقف الحتمي مع افتراض عدم وجود اختناقات بين المراحل الإنتاجية، وهي بتساوي الطاقة النظرية ونطرح منها أوقات التوقف، واحنا هنتعرف على أوقات التوقف بتاعتي دي. طيب يبقى الطاقة القصوى تعتبر هي تعديل للطاقة النظرية. الطاقة القصوى هي أقصى طاقة إنتاجية، تمام، لكنها بتاخذ في الحسبان التوقف الحتمي. يعني هو في توقف حتمي وتوقف غير حتمي؟ قال لي اه طبعا. أو التوقف الحتمي اللي هي أوقات توقف إجبارية، زي إيه؟ زي مثلا الأجازات، إحنا عندنا أجازات في السنة، يبقى المصنع بتاعي بيقف في هذه الأوقات لأن دي أجازات رسمية. زي وقت إعداد الآلات، الآلة عندي بيتم إعدادها، مثلا الآلة وقت إعداد الآلة بتاعتي بياخد مثلا دقيقة، بياخد دقيقتين، إن أنا باخد من مرحلة إنتاجية إلى مرحلة إنتاجية أخرى، يبقى أنا هنا عندي في توقف بسبب إعداد الآلة. حالات التوقف الثالثة اللي هي مثلا الصيانة، إحنا بنعمل صيانة دورية للآلة. طيب وقت الصيانة الدورية مثلا الآلة بتاخد عندي ساعة، فخلاص أو ساعتين، يبقى وقت التوقف ده وقت حتمي. يبقى أنا هنا الطاقة القصوى هي أقصى طاقة إنتاجية، لكنها بتأخذ في الحسبان التوقف الإيه؟ الحتمي. طب هو في توقف غير حتمي؟ أه في توقف غير حتمي، اللي هي بتبقى في اختناقات داخل مراكز الإنتاج، عامل تغيب أو تأخر أو تلكع أو آلة وقفت فجأة، أو يبقى في هنا اختناقات داخل مراكز الإنتاج عندي، بالنسبة لي إن أنا هنا مش ببقى عاملة حسابها، أو مواقف اللي هي غير متوقعة، فهي دي اسمها التوقفات الغير حتمية. فإحنا هنا الطاقة القصوى بتاعتي هي أقصى طاقة إنتاجية، أو الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية، بتاخذ في الحسبان التوقف الحتمي للتوقف. طب واحنا اتفقنا ان انا هنا ممكن لو انا صيغتها في شكل رياضي، يبقى انا هجيب الطاقة النظرية اللي انا ما بتوقعش ان هي بتقف خالص، بطرح منها اوقات التوقف اللي احنا سمحنا بيها اللي هي اوقات التوقف الحتمية، يديني ساعتها الطاقة القصوى. طيب هل في مستوى طاقة تاني؟ اه طبعا، عندي في حاجة اسمها الطاقة القصوى المتاحة العملية، اللي هي طاقة أضعف المراحل. يبقى خلي بالك إنها لها 3 أسماء. طب هو أنا لازم أخلي بالي من 3 أسماء؟ طبعا لازم تخلي بالك من 3 أسماء، لأن أنا ممكن أجيب لك في الامتحان الطاقة القصوى العملية، الطاقة أضعف المراحل. يبقى أنا بقصد بطاقة أضعف المراحل هي الطاقة القصوى المتاحة. الطاقة القصوى المتاحة هي بتعادل الطاقة القصوى بس مخصوما من الاختناقات داخل مراكز الإنتاج. ركز بقى معايا في الـ3 أمثلة طاقات قبل ما نبدأ ندخل في أنواع الطاقات التانية. أنا قلت لك في طاقة نظرية. الطاقة النظرية أنا ما بسمحش نهائي بأي نوع من أنواع التوقف. أنا شايف إن أنت تقدر الآلة بتاعتي تشتغل 24 ساعة، خلاص أنا مش سامحة بأي نوع من أنواع التوقف. جينا بعد كده عدلنا الفكرة شوية، قلت لا، في حاجة اسمها الطاقة القصوى اللي هي أقصى طاقة إنتاجية، باخد فيها أوقات التوقف الحتمي. والتوقف الحتمي قلنا إن أنا عندي تقريبا من ضمن الأمثلة عليهم زي أوقات الأجازات، زي ساعات إعداد الآلة، وزي ساعات الصيانة، يبقى دي اسمها أوقات توقف حتمية. طب جالي تاني نوع، التالت، هو الطاقة القصوى المتاحة أو الطاقة القصوى العملية أو الطاقة أضعف المراحل. يعني إيه طاقة أضعف المراحل؟ قلت لك إن هي الطاقة القصوى بس بنطرح كمان منها التوقف غير الحتمي اللي هي الاختناقات داخل مراكز الإنتاج. يبقى أنا هنا عندي طاقة نظرية تسمحش بالتوقف نهائي،
طاقة قصوى، ودي بتسمح بالتوقف الحتمي، طاقة قصوى عملية اللي هي طاقة أضعف المراحل، ودي بتسمح بالإيه؟ بالتوقف الحتمي وغير الحتمي. كده دي الثلاث أمثلة الأولانيين معانا من أنواع أو من مستويات الطاقة. طب تعالى نكمل مستويات الطاقة بتاعتي. في حاجة اسمها الطاقة العادية أو الطاقة المتوسطة. إيه هي الطاقة العادية أو الطاقة المتوسطة؟ قال لي الطاقة العادية هي بتمثل مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية لمواجهة متوسط الطلب على منتجات المنشأة خلال فترة زمنية من 3 لخمس سنوات. يعني ايه؟ يعني انا بشغل قدرة المصنع بتاعتي على مواجهة الطلب بس. يعني مثلا انا جاية لي طلبية، الطلبية دي هتشتغل مثلا 5 ساعات، يبقى انا بشغل الطاقة الانتاجية بتاعتي لمدة ال5 ساعات دي على قد الطلبية بتاعتي، عشان كده بنسميها الطاقة العادية او الطاقة المتوسطة. يبقى هي لمواجهة الطلب على منتجات الشركة. طيب ودي بتبقى متراوحة، مثلا بنكون نقدر نعرفها من خلال 3 إلى 5 سنوات، لأن أنا ببقى متوقعة الطلب على منتجات الشركة بتاعتي في الحدود دي. يبقى أنا ساعتها ممكن ما أشغلش طاقة المصنع بتاعتي كاملة. ليه؟ لأن أنا مثلا أنا عارفة إن الطلب بتاعي مثلا عندي أوردر يكون يكلفني 5 ساعات شغل، يبقى أنا هنا المصنع بتاعي بيشتغل 5 ساعات شغل لمواجهة هذه الطاقة. خلصت طلبية المنشأة، خلاص كده ايه، بنوقف الطاقة الانتاجية، بوقف المصنع بتاعي او بوقف ساعات العمل الدورية على اساس ان انا واجهت متطلبات او منتجات الاعمال بتاعتي. يبقى انا هنا الطاقة المتوسطة او الطاقة العادية هي لمواجهة الطلب على منتجات الشركة. تمام كده. في نوع تاني اسمه الطاقة المتوقعة، والنوع ده بنسميه طاقة برامج الإنتاج. هي بتمثل مستوى الطاقة المتوقع استخدامه وكذلك الطلب المتوقع لمقابلة المبيعات المقدرة على المنتج للفترة القادمة. لاحظ هنا هي من باينة من اسمها طاقة برامج الإنتاج أو طاقة متوقعة، يعني هي طاقة لم تتم بالفعل، ده مجرد طاقة متوقعة. يعني أنا بقول إن المصنع بتاعي أو الطاقة الإنتاجية عندي تقدر تشتغل 20 ساعة. بناء على اساس ايه؟ توقعت، يعني توقعت ان في طلب عندي، الطلب متزايد على منتجات الشركة بتاعتي، هيخليني ان انا اشغل الطاقة الانتاجية بتاعت المصنع بتاعتي، هوصلها ل20 ساعة مثلا يوميا. يبقى الطاقة هنا اسمها طاقة برامج الانتاج او الطاقة الايه المتوقعة. يبقى انت طاقة متوقعة مقدرة، يبقى انا بقدر بكرة في المستقبل اقدر المصنع بتاعي او الطاقة الإنتاجية بتاعت المصنع بتاعتي تقدر تغطي قد إيه. نيجي بعد كده مستوى جديد، هو الطاقة الفعلية المستغلة. إيه هو الطاقة الفعلية المستغلة؟ هو ذلك الجزء من عوامل الإنتاج الذي تم استغلاله فعلا خلال فترة زمنية معينة. لاحظ معايا حاجة، أنا قلت لك إن أنت تقدر مثلا تذاكر 20 ساعة، دي طاقة نظرية. لما جينا حسبنا أوقات التوقف الحتمية مثلا اجازات نوم هكذا، قلت لي انا ممكن اذاكر 15 ساعة. جينا حسبنا كمان الطاقة التوقفات الغير حتمية، قلنا ان انت تقدر تذاكر 10 ساعات. طب هل دي الطاقة الانتاجية بتاعتك او طاقة اليوم بتاعتك في المذاكرة مثلا؟ هل هو ده اللي انت ذاكرته بالفعل 10 ساعات؟ قال لي لا، انا ممكن اكون ذاكرت 7 ساعات. يبقى الطاقة الفعلية المستغلة هي الطاقة، هو ذلك الجزء من عوامل الإنتاج الذي تم اللي هو إيه؟ استغلاله بالفعل. يبقى أنا ال7 ساعات اللي أنت ذاكرتهم بالفعل هم دول الإيه؟ اللي هم أنجزوا أو اللي هم أنت استغلتهم. كذلك بالمثال على المصانع أو الشركات، هي عندها طاقة إنتاجية هي حاسباها تقدر تستوعب إن هي مثلا تشتغل 20 ساعة، 10 ساعات، 30 ساعة. هل المصنع أو الإنتاج عندي تم بالفعل إن هو يستغل هذه الفترة؟ قال لي لا، مش شرط خالص إن أنا أستغل كل هذه الطاقة. طب عشان كده سمينا في حاجة اسمها الطاقة الفعلية المستغل. يبقى ذلك الجزء من عوامل الإنتاج الذي تم استغلاله بالفعل. أنا مثلا استغليت 10 ساعات، 5 ساعات انتجت بيهم بالفعل، يبقى هم دول الانتاج او الطاقة الانتاجية الفعلية المستغلة. ده يوديني ان في جزء غير مستغل. ما هو انا طاقة الانتاجية بنقول مثلا ان هي 10 ساعات،
انت استغليت 7 او استخدمت 7 بالفعل، في 3، الثلاثة دول اللي هم الطاقة الانتاجية غير الايه المستغلة. ده يودينا عند مستوى تاني من مستويات الطاقة اللي هي الطاقة الانتاجية غير المستغلة، تعالى نتعرف عليها. بيقول لي هي مجموعة عوامل وعناصر الانتاج الموجودة بالفعل بالمنشأة ولم تستخدم في الانتاج نتيجة لظروف واسباب مختلفة. طب هي عبارة عن ايه؟ كمية الانتاج المقدر خلال الفترة، بنطرح منها كمية الانتاج الفعلي خلال نفس الفترة. يبقى زي ما شرحنا وقلنا ان انا طاقتي الانتاجية كلها افترضنا ان هي 20. طب ال20 دول انت قلنا ان الطاقة القصوى ليك منهم بعد ساعات التوقف واوقات التوقف الحتمية وغير الحتمية وصلوا ل15. انت من ال15 ابتديت استغليت فعلا 10، يبقى الطاقة المستغلة 10، في 5 ما تمش استغلالهم، هي دي الطاقة الغير مستغلة. طب ايه هي الطاقة الغير مستغلة؟ وانا حبيت اعبر عنها بشكل حسابي، كمية انتاج مقدر ناقص كمية انتاج فعلي، الفرق ما بينهم هي دي كمية الانتاج الغير مستغل او كمية الانتاج الذي لم يتم ايه استغلاله. يبقى الطاقة عندي الغير مستغلة هي الجزء اللي احنا ما استغلناهوش ما تمش استغلاله. طب نيجي بعد كده بيقول لي ايه هو صور الطاقة الغير مستغلة. هي حتى الطاقة الغير مستغلة ليها صور؟ قال لي اه طبعا. تعال نشوف انا ليه ما بستغلش الجزء من الطاقة بتاعتي. رقم 1 بيقول لي الطاقة الغير مستغلة الحتمية. يعني ايه الطاقة الغير مستغلة الحتمية؟ دي بتيجي عن طريق معادلة او ان بشكل حسابي طاقة نظرية ناقص طاقة قصوى، اللي هي بمعنى صح زي ما اتفقنا في بداية الحلقة اللي هي او الاوقات الحتمية، اوقات الساعات التوقف الحتمية، عشان كده مسمينها طاقة غير مستغلة حتمية. واتفقت ان انا عندي من ضمن الاوقات الحتمية اللي هي زي الاجازات ما اقدرش اشتغل فيها، مع ان في يعني انا لو حسبت الطاقه بس فيها جزء غير مستغل. في عندك اعداد الاله، ده وقت غير مستغل، صيانه الالات وقت غير مستغل. طب النوع الثاني اللي هي الطاقه الاحتياطيه او المدخره، ودي بتساوي الطاقه القصوى ناقص الطاقه المتاحه. المعنى بتاعها قريب جدا من الاختناقات، لان انا سامحالك بطاقه قصوى وانت كمان في عندك طاقة متاحة فعشان كده ما استغلناهاش. يعني في الفرق ما بين الطاقة القصوى بتاعتك، احنا اتفقنا مثلا لو انا قلت ان انا طاقتي القصوى 10 ساعات وانت هنا الطاقة المتاحة بالنسبة لك اللي انت استخدمتها 7، يبقى في 3 ساعات انت هنا ما استخدمتهمش. دي اسمها لا اما ممكن تسميها الاختناقات، اللي هي حصول اختناق او حصول السبب غير حتمي، سبب مفاجئ قد حصل فما استغلناش الطاقة، او نقدر نقول عليها ان احنا بتدخر جزء احتياطي بتشيله بتوفر هذا الجزء او هذا المجهود. نيجي بعد كده رابع نوع من انواع صور الطاقة الغير مستغلة، الطاقة الفائضة او الزائدة او المعتمدة اقتصاديا. يعني ايه الطاقة الفائضة او الزايدة؟ ممكن نقول عليها زايدة وممكن نقول عليها المعتمدة اقتصاديا. قال لي هي الفرق بين الطاقة المتاحة ومستوى التشغيل. يعني ايه الفرق بين الطاقة المتاحة ومستوى التشغيل؟ يعني مستوى التشغيل بتاعي اقل من الطاقة المتاحة بالنسبة لي، يبقى انا هنا في عندي جزء من الطاقة الزائد او الفائض، ان مستوى يبقى الطاقة المتاحة اللي انت عطيها لي كتيرة اكتر من مستوى التشغيل بتاعي. يبقى هي الفرق ما بين مستوى الطاقة المتاحة ومستوى التشغيل بالنسبة لي. طب هل في صور تانية؟ قال لي اه في صور تانية. في عندي حاجة اسمها الطاقة العاطلة. يعني ايه الطاقة العاطلة؟ تعال نشوف الطاقة العاطلة وصورها. هي الفرق بين الطاقة المتاحة وطاقة التشغيل الفعلي، وتحدث نتيجة عدم قدرة المنشأة على استغلال كل الامكانيات المادية والبشرية المتاحة. طيب يبقى يعني ايه انا عندي طاقة عاطلة؟ يعني انا عندي جزء انا مش بستخدمه، وده مشكلته او ترجع عدم استغلاله للمنشأة نفسها، ان هي مش قادرة تستغل الامكانيات اللي عندها، تستغل امكانياتها المادية ومواردها البشرية. يعني المنشأة اوريدي عندها موارد، بس هي عندها مشكلة داخلية، هي مش قادرة تستغل هذه الامكانيات بشكل افضل. فتلاقي مثلا ان انت المصنع بتاعك
يقدر بكمية الآلات بالموارد بالإمكانيات المادية والإمكانيات البشرية والموارد الموجودة فيه ومواد الخام يقدر يشتغل 20 ساعة مثلا متواصلة. لكن المصنع بتاعك مش قادر يشتغل ده، ليه؟ في طاقة عاطلة. ايه الطاقة العاطلة؟ ممكن يكون بيشتغل 10 بس، يبقى فيه 10 ساعات المصنع مش شغال. دي بترجع لمشاكل داخلية في المنشأة نفسها، هي عدم قدرة المنشأة نفسها على استغلال هذه الموارد، مع ان الموارد متوفرة لها. يعني انا متوفر لي العامل البشري، متوفر لي العامل المادي، متوفر لي العامل النقدي، كل العوامل بتاع الانتاج متوفرة عند المنشأة، بس المنشأة هي اللي المشكلة عندها داخلية. طيب هل الطاقة العاطلة ليها صور؟ قال لي اه، تعالى نتعرف على صور الطاقة العاطلة. في عندي من صور الطاقة العاطلة طاقة عاطلة متوقعة، وده سؤال جه عندك في امتحان سنة 2016. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا أجيب لك أمثلة على بعض الامتحانات اللي جت فيها الجزئيات. فمن ضمن الأسئلة اللي جت في امتحان من ضمن الامتحانات السابقة، لأن في طلبة بتيجي عند الجزء النظري وتهمله، واحنا قلنا ان الجزء النظري هام جدا، هام اولا لانك انت تقدر تفهم منه المادة بتاعتك، الحاجة التانية لانه مدخل في فهم المادة، الحاجة التانية ان هو من ضمن جزئيات الامتحان اللي بتيجي عندنا في الامتحانات. طيب مثلا زي السؤال اللي انا قايله لك ده جه في امتحان فعلي، تمام؟ طيب نيجي نشوف صور الطاقة. بيقول لي هنا الطاقة العاطلة او المتوقعة. الطاقة العاطلة المتوقعة هي الفرق بين الطاقة المتاحة وطاقة برنامج الإنتاج. فاكر طاقة برنامج الإنتاج دي اللي احنا لسه واخدينها ولسه شارحينها من شوية، وقلنا إن هي الطاقة المتوقعة، ودي تنشأ نتيجة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. يبقى هنا في طاقة عاطلة متوقعة، احنا الفرق ما بين طاقة الإنتاج أو الطاقة المتاحة وطاقة برامج الإنتاج، وطاقة برامج الإنتاج احنا كنا مسمينها اسم تاني وقلنا عليها الطاقة المتوقعة. طيب طب دي تنشأ نتيجة ايه؟ قال لي لا، دي ظروف بقى سياسية اجتماعية اقتصادية، يبقى دي عشان كده بنقول عليها طاقة متوقعة. يعني انا شايفة مثلا ان ظروف البلد بتقول ان في نوعا ما في حالة انكماش، يبقى طبيعي ان انا طاقة المصنع بتاعتي كلها مش هتقدر تشتغل، لان انا مش هنتج الكميات بعد كده مش هعرف اصرفها، تمام؟ يبقى دي اسمها طاقة عاطلة متوقعة. طب في طاقة عاقلة غير متوقعة، وإيه هي الطاقة العاطلة غير متوقعة؟ تعالى نشوفها. هي الفرق بين طاقة برامج الإنتاج ومستوى التشغيل الفعلي بقى بالمنشأة، تنشأ نتيجة لقصور النشاط الإنتاج. يعني أنا حاطة إن المصنع بتاعي يقدر ينتج كذا أو ينتج 10,000 وحدة في 5 ساعات، في عندي مشكلة في مستوى التشغيل الفعلي، يبقى في الجزء الخاص بالإنتاج، سواء بقى مشاكل جوه مركز الإنتاج، مشاكل في المواد الخام، مشاكل أيا كانت الأسباب، بس القصور هنا بيرجع على النشاط الإنتاجي للشركة. يبقى هنا أنا عندي نوعين من صور الطاقة العاطلة، في طاقة عاطلة متوقعة، في طاقة عاطلة غير متوقعة. الطاقة العاطلة المتوقعة دي بتكون خارجة عن إرادتي شوية، لأنها بتكون نتيجة لظروف سياسية اجتماعية اقتصادية. طب في الطاقة الثانية اللي هي طاقة العاطلة الغير متوقعة، ودي بتكون نتيجة لقصور النشاط الإنتاجي بتاعي. قصور النشاط الإنتاجي بتاعي نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عندي مشكلة جوه مراكز الإنتاج بتاعتي نفسها، سواء بقى مستوى التشغيل بتاعي هنا الفعلي غير الطاقة الفعلية أو الطاقة المتاحة اللي أنا عطياها لي أو موجودة عندي في المصنع بتاعي. طيب احنا عايزين نقيس الطاقة، وانت قلت لي في طاقة قصوى، وانا اقدر اشوف المصنع بتاعي والطاقة الانتاجية، المصنع يشتغل 10 ساعات 15 ساعة 40 ساعة، منين جبنا الارقام دي؟ منين قسناها؟ هل الطاقة فعلا نقدر نقيسها؟ قال لي اه طبعا، وفي مجموعة من المتغيرات اللي هي بتحكمني في قياس الطاقة، ولازم ان انا اراعيها عند قياس الطاقة. طب ايه مجموعة المتغيرات دي؟ مجموعة المتغيرات دي تقريبا 5 متغيرات. تعال نشوف ال5 متغيرات. اول حاجة وحدة القياس اللي انت بتقيس بيها، انا بقيس بالساعة، بقيس بالمتر، بقيس بالكيلو، بقيس بالوحدة، يبقى وحدة القياس. نطاق القياس
انا بقيس على نطاق القياس المصنع بتاعي، ولا بقيس على مستوى الصناعة، ولا يبقى نطاق القياس. طب دقة وموضوعية القياس، هل انا متحرية الدقة التامة في القياس، ولا باخد بالتقريب، ولا بنقيس بشكل اجمالي مثلا او في المتوسط؟ فترة القياس، فترة القياس هنا هل بنقيس عن شهر، عن سنة، عن سنوات، عن 5 سنوات، 6 سنوات؟ طبيعة نشاط المنشأة نفسه اللي بنقيس فيها. طب هو طبيعة نشاط المنشأة يدي في اختلاف في القياس؟ طب وحدة القياس ماشي، نطاق القياس، مدة القياس، فترة القياس. قال لي طبعا طبيعة نشاط المنشأة، يعني الطبيعة اللي المنشأة بتنتمي إليها. هل هنا النشاط المنشأة هو نشاط زراعي؟ بيختلف عن النشاط الخدمي. طب النشاط الخدمي بيختلف عن النشاط الإنتاجي هل أو الصناعي. يبقى أنت هنا، يبقى أنا عندي طبيعة نشاط المنشأة أو الصناعة اللي بتنتمي ليها المنشأة. هل المجال هنا صناعي؟ لا، مجال تجاري، مجال زراعي. يبقى هنا بتختلف الطاقة الإنتاجية وفقا لهذه المتغيرات. يبقى تاني معايا بنقول إن أنا عندي متغيرات اللي بيجب مراعاتها عند قياس الطاقة الإنتاجية، هي 5 متغيرات. المتغير الأول كان وحدة القياس، المتغير الثاني هو نطاق القياس، المتغير الثالث معايا هي دقة وموضوعية القياس، المتغير الرابع معايا هي فترة القياس، المتغير الخامس طبيعة نشاط الإيه؟ المنشأة. طيب نيجي بعد كده، إيه الهدف من قياس الطاقة الإنتاجية؟ هو في هدف من قياس الطاقة الإنتاجية؟ طب أنت بتقيسي ليه الطاقة الإنتاجية؟ ليه أنت لازم تحددي لي إن المصنع بتاعي أو الشركة بتاعتي طاقتها الإنتاجية إن هي تشتغل كذا ساعة أو تنتج كذا ساعة، الآلات عندي تدي كذا ساعة، بنتج بالوحدات، ليه؟ قال لي طبعًا إحنا أساس المحاسبة الإدارية القائم عليه المحاسبة الإدارية اتفقنا اللي هو التخطيط. التخطيط بيوصلني لاتخاذ القرار، اتخاذ القرار بعد كده بيوصلني كمان ان انا اقدر اراقب. يبقى اهداف المحاسبه الاداريه بتتمثل هنا في تحديد اهداف القياس، او انا ليه بقيس الطاقه الانتاجيه، لانها بترجع تاني للاهداف الاساسيه للمحاسبه الاداريه. منها اول حاجه التحضير والاعداد والتجهيز للانتاج. بناء على الطاقه الانتاجيه بتاعتي ببدا احضر واعد برامج الانتاج بتاعتي، وبشوف برامج الانتاج بتاعتي هل هي تقدر تكفي الجزء الطلبيات اللي جايه ولا لا. فببدا احضر واعد واشوف انا هشتغل في اليوم كام ساعه عشان ابدا اقابل مواجهه الطلبات في الانتاج بتاعي. يبقى انت هنا اول حاجه التحضير والاعداد والتجهيز للانتاج بناء على طاقتك الانتاجيه. تاني حاجه قال لي هو التخطيط والرقابه في الاجل الطويل. يبقى انا هنا من الطاقه الانتاجيه او قياس الطاقه الانتاجيه عندي اقدر ان انا اخطط واراقب في الاجل الطويل. ايضا التخطيط والرقابه وتقييم الاداء في الاجل القصير. يبقى انا بقدر استفيد من قياس الطاقه الانتاجيه عندي سواء في الاجل الطويل او الاجل القصير بالنسبه لي. طب في الاجل الطويل بنقدر نخطط ونراقب. طب والهدف القصير بنقدر نخطط ونراقب ونقيم كمان الاداء. يعني ايه تقييم الاداء؟ تقييم الاداء احنا شرحناه في حلقه سابقه اللي هي مقارنه الاداء الفعلي بالاداء المخطط، واشوف اوجه الانحراف بالنسبه لي ايه، ونبدا نصحح هذه المشاكل اللي حصلت في تقييم الاداء. يعني لو انا متوقع منك ان انت تذاكر 10 ساعات، انت ذاكرت 7 ساعات، في هنا انحراف في 3 ساعات. طيب الانحراف ده لازم نعرف اسبابه، لازم نعرف ايه المشكلة اللي فيه. طب هل هنا في مشكلة عندي في الاداء المعياري اللي انا كنت حاطاه، ولا في ادائك انت الفعلي؟ طب ولو كان في ادائك الفعلي ايه المشكلة؟ نبدأ نصححها، نبدأ ناخد الاجراءات التصحيحية الصحيحة ليها، ونبدأ نغطي هذه المشكلات القائمة. طيب رابع نقطة عندي هي تحديد تكلفة الإنتاج، وأبدأ أعد القوائم المالية. يعني إيه تحديد تكلفة الإنتاج؟ نرجع بقى لمحاسبة التكاليف اللي درسناها في الصف الرابع. أنت هنا بتبدأ تحدد من الطاقة الإنتاجية بتاعتك، تبدأ تحدد تكلفة الإنتاج دي، فتبدأ تحط سعر البيع، وأبدأ بناء عليه أبدأ كمان أحدد صافي الربح بالنسبة لي، وأبدأ أعد القوائم المالية. كله ده
بيحصل من مجرد قياس الطاقة الإنتاجية؟ طبعا ما تستهنش بقياس الطاقة الإنتاجية. احنا اتفقنا ان الشركات بتتم ان هي الاستمرارية بتاعتها بتعتمد على التخطيط الجيد، والتخطيط الجيد بيتم بناء ان انا بحسب كل حاجة من الموارد والعوامل اللي انا بستخدمها في المنشآت بتاعتي. كل الكلام ده بتقدر توفره لي المحاسبة الإدارية. فأنت قياس الطاقة الإنتاجية كلها حلقة متصلة ببعضها. فقياس الطاقة الإنتاجية بتاعتي بيقدر تاني من أهدافه إن هو بيفيدني بيحقق 4 أهداف، هو الإعداد الجيد والتحضير للإنتاج، تقييم التخطيط والرقابة في الأجل الطويل، التخطيط والرقابة وتقييم الأداء في الأجل القصير، وتحديد تكلفة الإنتاج وإعداد القوائم كمان. تمام كده. طب نتناول حاجة تانية جديدة بقى. طب احنا خدنا الشق النظري كله تقريبا عن الطاقة الانتاجية. طب تقدري تفضحي لي الفكرة اكتر بمثال اكتر عملي عن تحديد الطاقة الانتاجية؟ طبعا تعالى نبدأ نضرب امثلة عملية في لتحديد الطاقة الانتاجية. بيقول لي هنا زي ما اتفقنا، وقبل ما نبدأ انت معاك ورقة وقلم تبدأ تكتب التمرين معايا، بتبدأ تشوف الحل وتبدأ خطواته وتبدأ تسجلها، وانا بعد كده ببدأ اديك تمرين الحل، بتبدأ تمرين الحل بتاعك، تبدأ تبعتهولي وابدأ اراجع معاك خطوات الحل بتاعتك. طيب مثال واحد، احسب الطاقة الانتاجية القصوى لعدد 20 آلة، حيث انه عدد ايام العطلات والاجازات 65 يوم، إعداد الآلات والانتقال من عملية لأخرى بتساوي ساعة، عدد دورات الصيانة 12 دورة وتحتاج الدورة إلى 6 ساعات، عدد ساعات العمل اليومية بتساوي 8 ساعات. بعد كده بنبدأ نمسك التمرين بتاعي. بيبدأ أول خطوة بنبدأ نحسب الطاقة النظرية. الطاقة النظرية بتاعتي بتقول لي عدد أيام السنة، بنضربها في عدد الآلات في عدد الساعات. عدد أيام السنة هي 365 يوم، عدد الآلات بيجيبها من مطاط التمرين 20، وعدد ساعات العمل اليومية 8، تديك 58,400 ساعة. كده حسبنا الطاقة النظرية. نبدأ نحسب أوقات التوقف. وأنا عندي أوقات التوقف 3. أول حاجة الأجازات، بتديك عدد أيام الأجازات، ودي من ضمن معطيات التمرين 65، بنضربها في عدد الآلات اللي هو 20، بنضربها في عدد ساعات العمل في 8، يبقى 10,400. نيجي بعد كده الصيانة، بتساوي عندك عدد دورات الصيانة فيما تحتاجه الدورة في عدد الآلات. عدد دورات الصيانة بالنسبة لك كان 12 في ما تحتاجه الدورة 6 في عدد الآلات 20، يبقى 1440. تالت حالة توقف عندي هي إعداد الآلة. إعداد الآلة عندي عدد أيام العمل الفعلي في عدد الآلة في عدد الآلات. طيب عدد أيام العمل الفعلي أنا كان عندي 365 يوم، منهم 65 يوم اجازه، يبقى في عدد ايام العمل الفعليه 300 في اعداد الاله 1 في عدد الالات 20، يبقى 6000. ايه هي مجموع ساعات التوقف اللي هي الاجازات والصيانه واعداد الاله؟ يبقى ب 17840. عشان احسب الطاقه القصوى، بنقول الطاقه القصوى بنطرح الطاقه النظريه اللي احنا جبناها في اول خطوه 58400، نطرح منها مجموع ساعات التوقف، يبقى ب 40560. الطاقة القصوى لآلة واحدة، طب أنا جمعت إن الطاقة القصوى للعشرين آلة بتاعتي ب 40560. لو أنا عايزة الطاقة القصوى لآلة واحدة، يبقى 40560 على العشرين، يبقى 2028 ساعة. يبقى أنت الآلة الواحدة عندك بتقدر تشتغل في خلال السنة 2028. لو أنا عندي 20 آلة، ال20 آلة بيقدروا يشتغلوا 40560 ساعة. ده كده كان المثال العملي بتاعنا. زي ما متعودين هناخد المثال التمرين الواجب اللي انت بتبعته لي بعد كده، تمرين للحل معاك ورقة وقلم. احسب الطاقة الانتاجية القصوى لعدد 30 آلة، حيث انه عدد ايام العطلات والاجازات 65 يوم، اعداد الالات والانتقال من عملية لاخرى بتساوي ساعة، عدد دورات الصيانة 15 دورة بتحتاج الدورة الى 7 ساعات، عدد ساعات العمل اليومية 7 ساعات. ابدأ احسب الطاقة القصوى الأول ل30 آلة، وبعد كده ابدأ احسب الآلة القصوى لآلة. زي ما شفنا في التمرين، التمرين ده بيتحل على 3 خطوات.
الخطوة الأولى أنا حسبت الطاقة النظرية، وفي الطاقة النظرية ضربنا 3 حاجات في بعض، اللي هي عدد أيام السنة في ساعات العمل في عدد الآلات. بعد كده بدأنا نحدد أوقات التوقف الحتمية، واحنا زي ما اتفقنا في بداية الحلقة ان انا عندي أوقات التوقف الحتمية 3: أجازات، صيانة، آلات، إعداد آلة. بعد كده بنطرح الطاقة النظرية من الطاقة من أوقات التوقف. إن شاء الله مشيئة الله هنكمل مع بعض حتى في أجازة نص السنة، هنبدأ نستكمل، هنكمل باقي المنهج. احنا عارفين ان المنهج الصف الخامس هو منهج متكامل ما فيهوش توقفات، فاحنا إن شاء الله هنبدأ نكمل حتى في أجازة نص السنة احنا معاكم، ومعاكم كمان ان انت تبعت لي الإجابات بتاعتك على القنوات الشرعية لقناة التعليم الفني، سواء على صفحة الفيسبوك او القناة اليوتيوب. تابع معانا دايما برنامجنا، وان شاء الله في اي استفسار ان شاء الله نكون معاك، وعلى مدار ال 24 ساعة احنا معاكم دايما لحد ان شاء الله النجاح والتفوق. الى اللقاء اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني.